ما تكلمينيش في الفلوس يا ملك، انا خسرت فيكي ما تتقدرش بتمن. حسام انا جاي. كفايه كفايه الاهانه اللي انت عملتيها فيا امبارح، كفايه وانت عارفه طول الشهور اللي فاتت وانت بتلعبي بيا وعارفه ان انت مش هتتجوزيني. مشاعر ايه واحاسيس ايه؟ ما تفوق بقى من الدور اللي انت عايش فيه ده وخلينا نعرف نتفاهم. انا عايش في الدور؟ ايوه عايش في الدور. يعني انت خلاص اتجرحت قوي لما انا رفضتك؟ انت خدعتيني. انا اللي خدعتك؟ انت اللي خدعت نفسك، انت اللي صدقت نفسك. انا ليه ضحكت عليك في ايه؟ قلت لك هجيب لك ولادك وجبتهم لك لغايه عندك، انت اللي خدعتيني وضحكت عليا. جبت لي ولادي واخدت الثمن. انا صح، خدت الثمن كلمة لا. مع السلامة، أنا خلصت مصلحتي ومش عايزة منك حاجة. لا قبضت أنت ورامز 25 مليون، عايز تفهمني إن الموظفين بتوعك هما اللي أخدوا المبلغ ده؟ حط صوتك، إحنا في المكتب. مادام مش عايز تتفضح بقى خلينا نقعد نتكلم ونتفاهم بالذوق، لا عايز أخسرك ولا عايز أعديك. لو ما كنتش عايزة تخسريني بصحيح ما كنتش رجعت في كلامك. ما هو لو كنا هنوصل لنفس الهدف من غير جواز، إيه المشكلة؟ مش فاهم، أنت عايزة تقولي إيه؟ بصراحة بقى أنت اللي رجعت لي ولادي، ولا طلبت الجواز مني، ولا شهدت معايا عشان سواد عيوني، لا عشان الفلوس. عايز تشتغل معايا هكسبك فلوس قد كده، جواز لا. يعني كاتمة كل ده في قلبي، وكنت فاهمة كل حاجة، وسايباني بقى أنا أطبل وأغني مع نفسي. ما كنتش أقدر أقول لك لا. طب أنا راجل عوي وتاريخي معروف وماشي شمال، أخلاقياتي بتقول كده؟ لكن انت اخلاقياتك ومبادئك ايه حجتك فيه؟ لا ما النظام اتغير بس انت مش واخد بالك. انا اللي يحترمني اشيله على عيني وراسي، اللي يعمل لي روميو يستاهل اللي يجراله، الاحترام للمحترم. طب خلينا في المهم، من شويه كنت بتكلمي عن المكاسب والفلوس، في ايه؟ قدم استقالتك من البنك وطلع فلوسك في السوق بدل ما انت شايلها في نصيب رامز، وشوف بعينك. عايزاني اسيب البنك؟ اسيب الكرسي ده؟ عايزاني اسيب الفرخه اللي بتبيض دهب؟ خلاص يا تشتغل معايا بالحلال وتكسب يا بلاش، انت حر. شكرا شكرا، انا بشكرك جدا على العرض المحترم بتاع حضرتك، بس انا مرتاح كده، انا عارف فلوسي اكسبها ازاي وبالطريقه اللي تناسبني. انا مش عايز لك وعجن وكتر كلام، انت اللي عملتيها وانت اللي هتتحملي مسؤوليتها لوحدك. انا متحمله مسؤوليتها لوحدي من غير ما تقولي، ما حدش قال لك ان اروح اجيب ظباط يقبضوا عليك معايا. انا بتكلم عن ابنك يا هانم. انا ماليش دعوه، حد قال لكم خششوني ولا نجحوني؟ ما انت لو فلح يا عادل من الاول ما كنتش اضطر ان اعمل اللي عملته. انتوا اللي دخلتوني علمي، انا كنت عايز اخش ادبي واقدم في تربيه رياضيه، ما سمعتوش كلامي. اطمن انت وابنك، انا اتكلمت مع الضابط وقال ان البي هيروح معانا النهارده. ربنا يسهل والمحامي يقدر يوصل معاهم لنتيجه. وانا ما فكرتش فيا؟ المهم ابنك وخلاص؟ الأهم فالمهم يا هانم. حاول أشوف لك محامي كبير يخرجك من القضية دي. قضية؟ أنت خليتها وام قضية؟ لازم تسويها، شوف أي حد من معرفنا ويخلص الموضوع ده. يسوي إيه ويهبب إيه؟ هي رخصة سواقة هترجع الظابط يرجعها لك، ده قضية رأي عام يا هانم، وبكرة الصبح هتلاقي صورتك منورة في صفحة الحوادث.